هولا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه الاولى من برنامجكم خفيف ظريف. هذا البرنامج هذا اللي غادي نعاودو نجيبو فيه الاخبار حصريه وغادي نعاودو نهضرو عليها. كما شفتوا في هذه الحلقه الاولى من برنامجكم خفيف ظريف، غادي نهضرو على 69 الحياه ديالو وشنو هو سبب الاعتقال ديالو هذه المره الاخيره. الا كنتي باقي ما ابونيش بالضبط ابونا وفعل الكلوش، وما تنساش تدخل لاشين تشوف، راه تندير بزاف ديال البرامج بما فيهم الراب، السبور، افلام والمسلسلات، اي دومين بغيتي غادي تلقاه في هاد لاشين. وجايين بزاف ديال البرامج من هنا لقدام اللي غادي يكونوا اول مره ان شاء الله في المغرب. ولا كنتي ديجا مابوني ما تنساش جيم كومونتير بلا ما نوصيك وبارطاجي الفيديو مع عشرك. هادشي اللي كاين، خليونا نبدا. دانييل هيرنانديز اي كي اي تاكاشي 69 اللي تزاد نهار 8 ماي 1996 بروكلين في نيويورك، بدا في 2014 باول كليب ديالو اللي كانت سميتو يوكاي، وراه غادي يخرج بزاف ديال لي تراك، ولكن التراك اللي حصل على الرتبه 12 في بيلبورد اللي كانت سميتو غومو، وراه غادي يخرج اول ميكس تيب 69 ديز اللي كان فيها تقريبا 13 تراك، وراه غادي تبدا الشهره الحقيقيه ديال 69 بحيث انه ضرب بزاف ديال لي فيتشرينغ واحد مع 50 سنت. I so boom, first of all your niggas suck my dick. Matter of fact, suck my dick with your mother's lips. Stupid. Niggas running out their mouth. Y'all dead ass like I'ma put you in your fucking mouth. Matter of fact, I'ma smack fire out you boy. Are you dumb? I'ma beat the brakes off you boy. Do some. واحد مع انيول في التراك ديال بيبي اللي تقريبا كانت نسبة المشاهدة طالعة فيه، ولكن لكن احسن فيتشرينغ عند 69 هو مع نيكي ميناج في التراك ديال فيفي اللي تقريبا قرب يوصل نص مليار. في 23 نوفمبر 2018 غادي يخرج اول البوم ديالو اللي كان سميتو دومي بوي، واللي عطى لوتوريزاسيون ديالو من الحبس 4 ايام وراء الشده ديالو. هاد الالبوم هذا اللي كانت فيه تقريبا 13 تراك وكانت فيها 12 الفيتشيرينغ بحيث انه كان تراك واحد لي سولو اللي سميتو ويندو. ندوزو دابا لسبب الاعتقال ديال 69 وعلاش تشدو، شنو هي التهم اللي موجهه ليه، بحيث ان التهم اللي موجهه ل 69 هي حيازه الاسلحه، الابتزاز، السرقه وتكوين عصابه، بحكم ان 69 تنتمي للعصابه ديال 9 تريبولز. هاد العصابه هادي اللي يمثلو معاه تقريبا في بزاف ديال الكليبات ديالو 69 تيغني بواحد الاسلوب اغريسيف، وغالبا التراكات ديالو تيكونوا على المخدرات، العصابات الى اخره. دوز 69 بزاف ديال الشدات، كانت وحده انه كان خنق واحد الدري صغير في سوبر مارشي، وكانت واحد الشده عاوتاني اخرى فاش كانت تعدى على واحد البوليسي، والشده الاخرى ديالو على واحد الاعتداء جنسي اللي كان غادي يضرب فيها 3 سنين، ولكن كاع عادو ما تشدش فيهم وكان خرج بسبب كفاله ولا ما كملوش الادله. في 18 نوفمبر غادي تشد 69 نهار وراها غادي تقدم، ولكن القاضي اجل الحكم حتى 4 سبتمبر 2019 بين ما يتجمعوا الادله، بحيث ان المحامي ديال 69 طلب كفاله اللي وصلت حتى 750 مليون سنتيم، ولكن القاضي رفض هاد الشيء. هذا داكشي علاش بدا تطرج بعض الاخبار على ان تيقولوا تقدر توصل العقوبه ديال 69 حتى 32 عام، ولكن هاد الشيء باقي ما كايناش شي حاجه رسميه، بحيث غادي نتسناو الحكم ديال القاضي في 4 سبتمبر 2019. هادشي اللي كاين في هاد الحلقه هادي، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الا كنتي جديد واول مره تسمع هاد الصوت هذا، معك عبد الرحمن بن نور، وكما قلت لك دخل تفرج دابا، راه تندير بزاف ديال البرامج وجايين شي حاجات الهربه ان شاء الله. هادشي اللي كاين، ابونا فعل الكلوش، جيم كومونتير، بارطاجي الفيديو مع عشرة. هادشي اللي كاين، تشاو اميغوس.